تشكيني يا فندم على في حضرتك لأحد وأول أفرع سلسلة نادي النادي. هي ليها زي توجيه حضرتك دايماً لينا إن إحنا نشمع كل طبقات المجتمع في كل الأماكن، من مراكز شباب في كل الجمهورية، في الصعيد والدلتا، في كل الأماكن، وأيضاً قطاعات الأندية المختلفة. إحنا بعد دراستنا قطاعات الأندية يعني بيكون ليها عندنا 1200 نادي، نادي بابليك أو نادي عام ليه جامعته العمومية، بتتراوح وتتباين يعني الأسعار لبعض او فئه معينه من الانديه. فلما درسنا لقينا في بعض الطبقات يعني مش هتكون موجوده في مراكز الشباب ومش هتكون موجوده في الانديه بحكم يعني تسعير العضويات. فمن هنا كان الجانب الاجتماعي لهذه السلسله بدايه من وجودنا النهارده في 6 اكتوبر. النادي الحقيقه سميناه النادي على اعتبار بعد دراستنا يعني جرت العاده لكل بيت لما بيسال انت رايح فين، رايح النادي، فسميناه ذا كلاب او النادي. النادي بيقع في منطقة تم تقسيمها كلها أصبحت اجتماعية رياضية، جزء منها ده أيضا حوالي 80 ألف متر مربع، مبنى ومنشآت اتحاد الكرة المصري ومركز تدريب المنتخبات القومية مع اتحاد الكرة المصري والاتحاد الدولي ووزارة الشباب والرياضة. طبعا يعني لسه ما افتتحش افتتاح كامل، في جزء الأخير ما افتتحش، الباقي كله تقريبا شبه نسبة 80 إلى 90%، وده بسبب كل المنتخبات. طبعا الجزء الأساسي المكمل احنا عندنا برضو 80 ألف متر مربع، وحطينا فيه كل حاجة ممكن تكون موجودة. ببدأ هنا يا فندم من المبنى الاجتماعي اللي احنا موجودين فيه، في كل الخدمات بالمطاعم بسيتنج اريا بشكل يعني مناسب، وبعدين مجمع سكواش حضاري جدا ينفع ان انا اعمل فيه بطولات عالم، وفي الافتتاحات التجريبيه احنا كنا بنجرب كل حاجه من الحاجات ديت. ايضا في مبنى لرياضات الدفاع عن النفس حديث جدا، مفتوح مغلق وبيسع الى 10 ابسطه. عندنا طبعا في الملاعب المتعدده، يعني ينفع اعمل مفتوحه كل السله والطايره والهاند بول، لكن السله والطايره هي النصيب الاكبر عشان عاملين واحد تاني هنا لكره اليد نظرا يعني وجود وتصنيفنا العالمي. وايضا موجود هنا يا فندم الاربع ملاعب دول، ينفع ان انا اشيل الشبك ده، بيكون ملعب واحد كبير احيانا، وتقسيم الاربع ملاعب مع طبعا يمكن استخدام هنا قطاع او جزء الملاعب اللي موجوده هنا. طبعا باجي على المنطقه الاجتماعيه، واحنا عاملين ممشى برضو في المنطقه الاجتماعيه دايما بنعمله، وتسع بشكل حضاري جدا كل الناس، وبيبص على المسرح الروماني بنعمل فيه الانشطه الصيفيه او حتى بشكل كل يعني المناسبات الحمد لله موجود فيها. بنكمل كمان هنا المنطقه دي تو كيدز اريا، واول تراك اطفال عاملينه للعجل من برضه من التنشئه الاجتماعيه اللي بنحب نعملها. هنا الحمام الاولمبي وحمام ترفيهي ثم حمام اطفال، لكن احنا بنعمل مفهوم جديد للاداره الرياضيه في الانديه، بيكون في الكلاب مانجمنت سيستم او اسلوب الاداره قطاع خاص بيدير كل الوحدات ديت باكاديميات، وبيعمل انتقاء مواهب موجوده، واحنا اقل عدد من الموظفين بيكون موجود مع مجلس امناء بيتم تعيينه، فبالتالي الاعضاء بيكون عندهم الخدمات بشكل كبير جدا، والمهم الخدمات وليس اهداف انتخابيه او اخرى. بنجيب براندات بتكون موجوده لكن باسلوبنا في التعاقد معاها، فالبراند اللي هنا موجود من اكبر الانديه الصحيه اللي كمان فيها نشاط الكيك بوكس ونشاط المارشال ارت مع الجيم العادي، وبنعمم التجربه، لكن بنعمل كله اوبريشن او الاوبريتور بيكون قطاع خاص مع جزء من القطاع الوظيفي عشان اضمن الخدمه، سواء الامن، النظافه، الصيانه بشكل كبير جدا تفضل سستينبل. وبرده يعني العضويات، نسبه العضويات الحمد لله بنقدر ان احنا ناخد كميه العضويات بما يتناسب في كل الافرع، يعني ان شاء الله فندم هنتشرف شيراتون في فتره لاحقه احنا برده بدانا بيع عضويه قبل بما يتناسب، يعني مش مصطلح البيع. ويعني نتشرف ان احنا نعمل اوفر فيو في المنطقه العليا بالنظر عليها.
تحقق نسبة الإنسيابية للأعضاء، تكون شايفة كل المكان. طبعا هناك ده اتحاد الكور، وأصبح حتى الفيو مريح للاتنين. يعني كان أول ما استلمت كان التخطيط لهنا مركز شباب، فطبعا درسنا الاجتماعية مش هينفع مركز شباب، عملته في ناحية تانية من 6 أكتوبر، وقمنا مطورين بما يتناسب مع المبدأ الموجود. وأول ما بنعمل أندية، الملاحظ هنا في العاصمة الإدارية تبدأ التنمية تمشي بشكل أسرع من المفروض، وكمان بتسعر بشكل جديد. فكل العمارات دي اتبنت بعد ما اشتغلنا هنا، وبرضو اقتصاديا بتختلف الموضوع تماما. هنا يا فندم النادي الصحي وصباح، واحنا اوت سورس، يعني احنا ما بنعينش وبنعمل، فالشركه الموجوده هي اللي بتدير الصباح وبتدير النادي الصحي وبنراقبها. واحنا كمان مع كثافه زادت واجهزه على احدث الاجهزه ابديت، يعني بيسموها الهاي اند، يعني هنوسع الجزء ده وهنوزع الجزء الثاني عشان الكثافه بتاعته، لانه هو اصبح تشين، يعني بقى عندنا حتى الديوربل، وبعمل خدمه خاصه للعضو غير الخارجي، بسمح للخارجي للجيم بيمر منه بانسياب على حمام السباحه الاولمبي، وبرده نوع من الاكاديميات، ومع التنسيق مع الاتحاد وبنجيب اعلى حاجه، يعني مش حاجه قليله. طب هنا يا فندم اعلى وافضل واحسن صاله جمباز بالاجهزه بتاعتها، اجهزه فرنسيه جينوفا ديت، وبنديرها في خبره صين وخبره روس اللي هم اعلى حاجه، وبيدرب هنا خرج لنا ايه من المواهب. انا ما بشتغلش على مواهب كره القدم، يعني تلقاء المواهب عندنا مش كره قدم، كل حاجه. فعندنا 192 ميداليه، لان بدا يلتحموا مع بطولات الجمهوريه زي المشروع القومي للموهبه والناشئين. احنا دلوقتي بناخد على طول ليدنج، خلاص انتهى الموضوع، اللي هي المواهب اللي خارجه غير اللاعب التقليدي اللي بيروح نادي ثم الاتحاد يشوفه، الموضوع مختلف. خليهم يفتحوا لي عشان عايز اتفرج عليه. صاله جمباز حالا يا فندم دلوقتي. انا عايز اسالك سؤال. طبعا الارض دي والارض دي اللي انت مصورها دي بتاعت تبع ال السور الفرعي ده اتحاد الكوره. هو اتحاد الكوره محتاج ملاعب. هو ده يا فندم مركز تدريب منتخبات القومية بتاعت مصر كلها. فبيجي وكمان ايه بقى، استضافه معسكرات خارجيه وافريقيه ليها هدف تاني. فبيجي الجزء اللي هيخلص الاخير دوت ده بتاع الفريق الاول بس. قطاعات الناشئين كل ده، وعنده ملعب صناعي عشان لو راح لعب بره. ده بالنهار او بالليل بيشتغل كله يا فندم، في صور ليليه ليه. فاصبح عندنا دلوقتي حتى يعني كل وحدات كوره، احنا الحمد لله في حته تانية. اللاعب بتاع جمهوريه مصر العربيه اللاعب الوطني لو راح بره هو عنده احسن جوه، وحضرتك حطيت لنا الثقافه دي، انتهى الموضوع. وهنا النادي احنا يعني التحديد اللي موجود ده استفدنا من كل الحاجات اللي موجوده، الملاعب يعني التنس، الملاعب اللي انا يعني اوردتها. وطبعا هنا السكواش هناخد بس فيو من هنا يا فندم. هنا يا فندم بعد المبنى الاجتماعي ده على طول مبنى تاني، وحققنا حتى في منطقه انتظار للولي الامر وغطيناها من فوق، وبيحس بالقطاعين كل مكان فيه الكافيتيريا والمطعم اوت سورس. يعني احنا يعني حاطين مفهوم جديد للمانجمنت في الاداره، اللي هتكون فيه العاصمه الاداريه نفس الحكايه، الفرع الاخر هيكون فيه شيراتون، فبنعملها وعندنا كل بنخدم كل طبقات المجتمع زي ما حضرتك وجهت. ومركز شباب بنعملها ابجريد، يعني احنا عاملين خطه لغايه 2025 يكون انهينا تطوير مركز شباب، وحياه كريمه بدات تظهر، والمرحله الثانيه كمان اهم هيبقى فيها لحياه كريمه. فاحنا في كل الاتجاهات بنمشي بشكل متوازن، الخدمه موجوده والجانب الاقتصادي موجود. فهنا دي كلها اماكن يعني اجتماعيه موجوده، والمنطقه بنهتم جدا بالمارشال ارت، الدفاع عن النفس، وكلها اماكن مفتوحه تسمح. فعندنا الكاراتيه وعندنا الكونفو وعندنا الجودو وهكذا، حتى الارفف بيبقى بنعمل انسبكشن عليه، شكلها حلو شكلها نظيف، الهايجين بتاع المكان، غرف حلق الملابس بما يتناسب في كل مكان وفي كل واحده. اللي موجود ده الاسانسيرات اللي بتنزل من البارك لغايه فوق. وحضرتك كنت سمحت لنا، احنا لسه المنطقه اللي حضرتك فاكرها احنا خلصنا الترخيص، هيبدا الشغل فيه ومدين له مدى زمن. الفتره اللي فاتت كانت ترخيص والاعمال المزايدات، بحيث انا كوميرشالي هو اقتصاديا احنا كل الجوانب بتاعتي بتغطي التكاليف، والعضوات كمان بما يتناسب نادي الخدمه. لكن الناس الاستبدال يعني المكان هيروح يدفع في نادي تاني 600,000، هنا يدفع 120,000، بتكفينا كويس للخدمات وتسمح للطبقه، لان انا مغطي الطبقات اللي تحت. يعني ليه فلسفه يا فندم، مش مجرد موجود. عملنا سلسله هنسميه كلاب بلس او النادي اكتر شويه، عشان يعني انشاؤه في العاصمه الاداريه. وبدانا برضو مع دوله رئيس الوزراء سمح للمنقولين تبقى في ميزه ان هو هيبقى عضويه هناك، وبنعمل مع جهاز تنظيم والاداره استماره غير القطاع الخاص اللي جنبنا، غير ان برضو نادي العاصمه الاداريه R3 انتهت بسرعه واتحجز بسرعه، لان احنا فاليو اديت، يعني بنستخدم المنشا اجتماعي واقتصادي بمفهوم، وليس برضو هاب هازارد كده. فاحنا ممكن نروح صاله الجمباز يا فندم.